السلام عليكم متابعين موقع طنجايوب. اليوم غادي نشوفوا الاجواء ديال العاشور في سوق الكاسابارطه. يلا بحال خاو ديالي تبارك الله عليك. وعليكم السلام بعدك خاو عواسك مبروكه. الله يبارك فيك. الصحة ولنا. الأجواء واعرة عندكم كاسا بارا. الحمد لله فهاد الساعة هادي تما كنشوف كلشي فرحان كلشي معيط. ثقافة مغربية ما كتقطعش. عندنا السلعة تباس هنايا. عندنا السلعة مراكش. المهم السلعة بخلطة. واللي كيبغي شي حاجة مرحبا به. كلشي فرحان تما كتشوف. يعني كلشي الدار بوكاس موجود. الخير تالا. الخير تالا. مولين كاس قشواسة بربوكة مش عطبون كلشي كلشي بشحال واصلين الثمن ده؟ 40 درهم 35 كيبقى يعني راه دول كيجيو اليوم هذا نفاس كنجيبوه فهمتيني كيفاش وكاين شي حاجة الدراري 27 درهم 15 درهم يعني لا حاسب واليوم كاين الإقبال اليوم كاين الحمد لله ديما الإقبال كاين خصهم هاد الناس هادو يتعاونوا معانا الدولة خصها تتعاون معانا كاين شوية العنصرية حنايا بلادنا عايشين ندخل ما خصنا غربة ما خصنا والو يعاونونا الشباب يتعاونوا مع الشباب شنو نعملوا الخواجه ما خدمناش شنو نعملوا هذه عباد الله جو سرقوا انا خلصت مع 10 سنين ديال الحبس عملت عاقلين نسيت كلشي بس كندبر على راسي حل الهيدا طلع لي كلشي في راسي حاكينا العنصرية كيعاقدونا على بلادنا يعني ما كتبغيش اللي يتعاون معاك ماشي يتعاونوا معاك اللي يكون علينا هذو ما يداونا السلعة داونا السلعة من فوقي وبنادم فارس اللي هن ما داولوش السلعة حيت كيخلصوا الفلوس قيل الفلوس الرشوة عندي فيديوز الدولة عندي فيديوز أنا عييت سخر بس أنا موصل الطلبة ديالك شنو هما؟ خصنا يساعدوا معانا الناس هادو العنصرية ما عند الناس احنا بلادنا عسى سيدنا بلادنا مضخمين واكلين صارفين العنصرية ما معناش كيفاش ما كتحسبها تحسبها اخر يعني ما كلش فاروس ولا صاحبي فاروس صافي هاتي نفهمش حنا ما عندناش الرشوه حنا في 2024 غير اخر خاو ديالي تبارك الله عليك خاي ابراهيم بخير مزيان انا يا خاي ابراهيم معروفه كاسابارطه دائما بالاجواء ديال العاشور معروفه ماشي في العاشور وصافي اي عواشر معروفه على الصعيد العالمي يا خاي ابراهيم وهذا العام هذا نسينا دابا غير في السوق واش كاين الاقبال على القشاوش كاين الاقبال على القشاوش من طرف دراوش دراوش هما اللي كيجيو الاحياء الشعبيه اما الاغنياء ما كيجيوش بحال اخ النوش ديك الطبقه ديالو راه ما كيجيوش هنايا دابا زكريا شنو جابنا اليوم انا زكريا جابنا واحد الريكلام الدراوش ناها 15 درهم وعندنا 30 درهم ابو راني كيتلاقات مع الدراوش انت هنا كتشوف اخي زكريا اما الاغنياء ما كناش كنشوفوهم في السوق مره 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 شوف اسواق كبرى عندهم الفلوس الدراوش ما عندهمش الفلوس هما اللي كيجيو من هنا نقدروا نقولوا دابا الدراوش كيعيش مع باطيس ودابا الداعين اخي ابراهيم قشواشه كنا كنبيعوها ب 1000 فرنك دابا 15 درهم كاينه 20 درهم كنا كنبيعوها دابا 30 درهم والدرويش بوبراني كلشي غلا كلشي غلا والله الدرويش ما بقاش الحلاوه ديالها حتى حاجه ما بقاش وفاكيه قلنا كنجيبوها نبيعوها 30 درهم دابا فين هي ما كايناش خصك تدخل ديها 150 درهم 160 درهم بزاف اخاي ابراهيم اقسم بالله الا بزاف اخاو ديالي صراحه هي هادي اخاو شنو اسمك؟ محمد ياسر ونسينا؟ راين ونسينا؟ عند امين شنو شريتي هاد العاشور هذا؟ انا ما كنشريش براو نسينا كبير انا شريت بندر ونسينا؟ حالو حالو بندر وهذه مين دبرتي عليها؟ مسمك واش نقول لك كيفاش عامل الاجواء في كاسابارطه؟ واعره دابا سينا كتبيع قشاوش اخوان اجي شحال الاسمنه واصله دابا؟ عندنا الريكلام 20 30 عندنا 100 عندنا 40 عندنا 50 عندنا بدربوكا عندنا حفلات دنيا كاسابارطه كصرفه كاين الاجواء ديال العاشور ولا غادي نسقسك واش الاسمنه ديال العام اللي فات بحال هذا العام هذا واش كاين شي تغيير؟ كاين كاين جابوا زادوا الغلا السلعه ما كايناش وكذا الغلا موش الغلا دابا هذه بحر معروفه دابا هذه شحال الثمن ديالها؟ هذه 30 درهم كاين اخو كيبيع 50 درهم عند انوب 30 درهم طيح 50 درهم 20 درهم انا كنبيع تينا كتبيع فين كتبيع؟ كنبيع فوقي شنو كتبيع؟ كنبيع قشاوش تينا خطير طلعت شحال كتبيع شحال ارخص قشواشه عندك من فوقي شحال وصل؟ 10 درهم 10 درهم كسعه نطلع لعندك طلع عندي انا قدام جامع دنسخ صافي انا نجي لعندك خاو ديالي تبارك الله عليك الحمد لله شنو شريتي اليوم؟ كاع
شري لك كوره نسينا هو اللي واعر باش نسيش الدربوكه ولا شي لعبايه. انا غنشريهم ان شاء الله. يا عاد جيتي دابا كدور. كيفاش جاوك الاجواء في كاسا باراطا؟ الله يتوم واعرين. واعره قلق الاجواء بان. تبارك الله على سي ابراهيم. والله الا مضخمه بخير وعلى خير. كل شيء مزيان والعاشر دائما لا العاشر احسن عاشر في العالم ماشي في كاسا باراطا. حاولوا ما امكن كلشي اللي عنده يدي اللي ما عندوش يدي اللي عنده عيدي واللي ما عندوش يتساوى عيدي يعني مع الدراوج دائما مع الدراوج مع كلشي وهنايا ديما الغربي ابراهيم كاسا باراطا ترخيص اخو اجي ما تمشيش بلا شي عاد دير خا اقسم شوف فين دير 25 درهم تحت تما 25 درهم من ناحيه الاسمين هذا العام شحال عندي باس دربوكا بطل الوطن قول لي شحال 10 دراهم يلا والاسمين شحال العام اللي فات فرق كبير اخي فرق كبير اخي ابراهيم حيت اليوم هذا العام هذا الدنيا رخيصه ان شاء الله يا ربي والدراوش كيديو تبارك الله اللي عنده عيدي واللي ما عندوش يسوي كي هذا العام اللي عملوا لنا في الحاولي غلوا علينا جبنا العاشور رخصنا كلشي عيدي تبارك الله كلشي عيدي يا الخوه ديالي وفيه ما تراوج كيفاش جاتك الاجواء في كاسا باراطا؟ غزاله ما شاء الله والله الا الاجواء غزاله وهذا الشيء عاشور كيف راح صار؟ في يدك شفتك كتصور هنايا انا عندي قناه في اليوتيوب معكم قناه ام ملك متشرفين بكم دخلوا عندي القناة ودعمونا الله يسهل عليكم وشكرا. شنو صورت اليوم كاسا باراطا؟ صورت هذه الأجواء وهذه المناظر كاملين بحال بنادر التعارج الأجواء كلها صورتها. كيفاش جاوك الأجواء هنا؟ أجواء غزالة ما شاء الله صراحة وأنا بدي ساكنة في طنجة. هي جات في طنجة ولكن اليوم النهار نهار مبدل على النهار. نهار مبدل على النهار الآخرين السيمانة اللي دازت كانت شوية هاد اليومين هذه البارح اليوم داز زوين صراحة في غزالة. تبارك الله عليكم مشرفين. كيفاش عامل الأجواء؟ مزيانة قهوة الحمد لله الحمد لله والشكر لله الأجواء بخير وعلى خير عندك مونيكاس عندك شارك دم وسائل كاملة موجودة اليوم باش باصونا أرخص لعبة عندك شحال وصل؟ أرخص لعبة 10 دراهم 10 دراهم تمام مناسب دراوش ما عندهمش عطيهم دنيا هانية ما كاينش مشكل يا قوي حصلات الكلمة ديالك عدل معايا ملل مباشر عدل قداش ليا 100 درهم 100 درهم عدوا معايا 1000 فرانك 15 درهم صافي تعدل معايا تسامح اليوم تبارك الله العاشر واش الناس كاينش يقبل على بريوه الحمد لله مزيان السوق مضخم اليوم ملي كتكون هيدا كتكون الحركة شوية كتكون ملي كيكون براني شوية شو ديالنا مخلط كيكون كيوقع شوية الحركة اللي عنده كياكل اللي ما عندوش كيخلصوا له بنادم فاهم شي معيش معاش من كيقول السوق مراقد مره بحب راح ولي بلاخ الجوقه الحال هيدا السخنه هذا اليوم ما مخير ما يكذبش عليك يا اليوم الحمد لله جدا النهار ديالو الحمد لله الله يعاونك جيت من السوق اليوم جيت مع با كيفاش جاوك الاجواء هنا كان الاجواء مزيونين بزاف و هنايا احلى مطعم في طنجه كنقول لكل شيء انه هو يجي لهنايا ويستمتع بزاف بهذا المقطع اللي هو مليان حوايج مزيونين ومستلزمات ديالات تبارك الله عليها انا والله ما حافظه كل شيء تبارك الله وشنو شريتي اليوم؟ ما كنتش اليوم الحاجات اللي كيختصوا العصر شنو شريتي تاب بندر شكون اللي شراه لك؟ داك الشيء كامل كيشريه لي با الله يخلف عليك وشني عاصقوا المباك ما يعجبوا هذا الفيديو هذا؟ كنبغيك با بزاف وشكرا لك وبوس الاباء ديالكم كاملين وقدرهم حيت هما كيتعبوا بزاف تبارك الله عليك بالبالة في كاسا باراطا دايما بالبالة دايما ضروري الحي الشعبي ديال بنك دو زايد اخو ولكن هنايا كاين الاجواء ديال العصر الصراحه بزاف كنتي جيتي قبيله ديك الساعه تشوف بنغالات تشوف تروبوسكو في السماء بالبالة جالس قبيله واليوم هذا النهار هذا مغير الهورا اللي فات من ناحيه الاسمين الدربوكا شحال واصلين الدربوكا اخو مع 10 درهم حتى 50 درهم مع الدراويش هنايا دايما يعني عليا الحي حاو دايما بالبالة اخي ابراهيم كون هاني اخي ابراهيم لاحظتك اخو مزيان بخير الحمد لله صحة مزيانة الحمد لله ونسينا كيفاش جاتك الاجواء في كاسا باراطا؟ مزيانه كلشي محيح داكشي وهذاك كلشي هذا هو العاشر هذا هو العاشر والا بعد اليوم العاشر في كاسا باراطا كيفاش جاتك الاجواء هنا؟ الحمد لله كلشي بخير يا كلشي بخير الحمد لله هذا كيزيد ما كيبقى صحة مزيان بخير اذا كانت الاجواء في كاسا باراطا وانتم كيفاش عامل الاجواء في الحومه ديالكم ولا في المدينه ديالكم؟ خليوها في التعليق تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.